السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم محققة بالخير أحلامكم، دمتم جميعا بخير. أهلا بكم في برنامج أحلامنا الجميلة، منورينا جميعا، كل سنة وأنتم طيبين. حابب النهاردة أبدأ معاكم بأهم رموز الأحلام، اللي هي الأحلام زي ما بنقول الرموز السعيدة. دايما سؤالك يعني دايما يتكرر، هو هل في رموز خاصة يعني الواحد لما يشوفها يتفائل وينشرح صدره ويحس ان اللي جاي افضل؟ طبعا، بالعكس، يمكن 90% من رموز الاحلام هي دايما مبشرة. خلينا نحط قواعد كده، ان اي شيء مأكول طعمه حلو هو مبشر بالخير، بالذات لما يعني في قسم الفواكه، حط قسم الفواكه كله هو مبشر. المانجا من النجاة، ودايما للمريض تشير للشفاء وبتشير للأفراح. التفاح كذلك للأعزب والعزباء، يعني اللي بيحلم انه أكل تفاحة أو اشترى تفاحة، أو البنت لو أكل التفاحة أو اشترى التفاحة، بالذات للعزبوات والشباب يشير للزواج والخطوبة والكلام من ده. البرتقال بيشير للبر وتحسن العلاقات بين والخلاف، يعني تحسن رجوع صفاء الخلافات بين، حتى أوله من البر يعني، ويشير برضو لبر الوالدين أو لبر الأبناء. يعني مثلا لو واحد حلم أن ابنه أجاب له كيلو برتقان أو أقدم له برتقان أو بنته، هو ده يشير إلى بر وتحسن كبير بينه وبين الأبناء كذلك. نعم، والبس اللي جاي في السكة. كذلك نفس الطريقة عندك البرتقال، نفس الطريقة برضو، يعني البرتقال واليوسفندي واللي هي الفواكه اللي هي اللي ألوانها جميلة دي، الأورانج، كلها بتشير للأفراح وصفاء الأمور. عندك الجوافة مثلا برضو نفس الطريقة، وإحنا عندنا حتى نص في القرآن بيقول دايما يعني في ذكر الفاكهة، قال وفاكهة وأبا، طب مالناش دعوه بالاب، قال ايه؟ متاعا لكم ولانعامكم. الانعام اللي هي الاب والفاكهه دايما هي تشير لمتع الحياه وفرحه الحياه. لذلك انت لما تشوف رؤيه بهذه الطريقه لابد انك انت تستبشر، بشرط انها تكون سويه، يعني ما تشوفش مانجا خضراء او فيها دود او ريحتها وحشه كده، ما تشوفش نفس الطريقه في التفاح والامور دي. كذلك عندنا الجاتو والشوكولاته والحاجات اللي هي والالبان والعسل، كل دي رموز يعني تهدف وتشير إلى رموز إلى البشرة والسعادة والأمور الطيبة. يعني مثلا عندك اللبن يشير للصفاء ويشير للفطرة، عشان كده ويشير للزواج دايما، يعني بيجي لنا أحلام كتير ولما بنتابع صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية الفترة بتلاقي فعلا اتحققت بنفس الطريقة. البنت لما بتحلم إن هي شربت كوب لبن بتتخطب أو بتتجوز زواج سريع كمان، لو إن عندها مشاكل مع امرأة متزوجة أو فتاة برضو مخطوبة أو كده عندها مشاكل مع الزوج أو الخطيب، بيجي رمز اللبن برضو للصفاء وللصلح، بتكون مضطربة قبل الرؤية بشوية فتشوف ان هي شربت كوب لبن، ده برضو يؤدي الى الاحلام السعيدة والبشرة، والواحد يعني يتفائل خير بعد الرؤية. العسل يشير دايما للنجاح، اللي هم الناس اللي بتسعى في الدراسة والعلم واللي بيسعى في أمر من أمور حياته، ويشير أيضا لحفظ القرآن والسنة والأخلاق والأمور دي، ويشير أيضا للشفاء للمريض اللي مثلا تعبان شوية أو كده. يشير أيضا، نعم، يشير، حاضر، يشير أيضا عندك الناس اللي هم المرضى، ويشير ايضا للناس اللي هم اللي عندهم حزن، يشير برضو ايضا لتعسير يعني لفرحة الحياة وان الامور تتحسن معاه الفترة الجاية، واللي شافه يعني في حزن يرجع يشوفه تاني في فرح، ولذلك هو بيشير للفرج الكبير والضحكة الحياة زي ما بيقولوا. العسل بالذات من الرموز القوية جدا في احلام الانسان. يعني رموز كتيرة جدا، شرب الماء، حتى شرب الماء ايضا يشير دايما، شرب الماء ياتي يعني في الضيق المادي شويه في العصر، في عصر التجاره والشغل والحاجات دي، لما بيشوف التاجر او الشخص العادي او المراه اللي هي بتصرف على البيت وكده تشوف انها شربت ماء كتير مثلا، او كانت صايمه ونست وشربت الماء، ده بيشير للفرج العاجل، وبيشير دايما يعني ويشير للصحه ايضا للانسان اللي هو
هو ايضا برضه مريض، لكن هو غالبا ما ياتي على الاموال، بالذات الماء، شرب الماء سواء كان من ازازه او من بير او حتى من نهر. في كلا الحالات ما دام انت شربت وحاسس بارتياح وانك انت ارتويت، ده بيشير للخروج من الازمات عامه، ويشير الى الاموال والخروج من الضيق المادي. ايضا عندنا رموز كتير جدا، الموز بيشير للبر والصفاء ورجوع الاخوه مع بعض ورجوع الاحباب مع بعض، لانه حتى هو من صفته فاكهه مجتمعه مع بعضها. العنب بيشير للإنجاب، اللي منتظرة حمل وكده وتشوف في المنام إنها مثلا اشترت عنب، أو لقت في التلاجة عنب، أو حد قدم لها طبق عنب، أو شافت إن هي بتاكل عنب، دايما يشير في يعني في أوقات كتيرة جدا إلى الإنجاب. ومعاه كمان برمز برضه غريب شوية، البيض المسلوق أو البيض اللي هو يؤكل، مش البيض لوحده كده. يعني اذا راى الانسان المراه بالذات في انتظار الحمل بتاعها، اذا رات ان هي تاكل بيض او كده، هو يشير الى الحمل. ومعاه التمر كذلك ايضا، ومش التمر بس، والنخل. يعني لو امراه منتظره حمل او راجل يعني ينتظر ان ربنا يكرمه بحمل او كده، منتظر انجاب، اذا راى نخله سواء اشتراها او زرعها او طلع نخله، او ان هو بياكل تمر ايضا او اشترى تمر، ده كله يشير في فترات انتظار الحمل الى الحمل. ويشير ايضا التمر في السفر البعيد والتجارات للناس اللي بتطلع تشتري من بره او تتاجر بره، اذا راى ان هو ياكل التمر، لان التمر كان يستخدموه زمان العرب في السفر البعيد، والرسول حتى قال عنه فاكهه وغذاء. واحنا قلنا اذا كان في الفاكهه فياخذ متع الحياه الدنيا، واذا كان في الغذاء فياخذ الربح والصحه والكلام من ده. فيشير ايضا برضو من الرموز السعيده جدا التمر والنخل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم. ايوه استاذه رانيا، السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بيك، الله يخليك يا رب، اتفضلي. بص حضرتك، انا انسه وشفت ان شاب كان يعني كنت مخطوبه لوط وانفصلنا يعني، فشفت ان احنا الاثنين مستلقين على الارض على جنبنا يعني، وهو بس وجهه مقابل لوجهي يعني. وبعدين فلقيته بيقول على ذكرى لم تحدث في الحقيقه، بيقول لي انت متذكره من اول ما تعرفت بيكي لما كان سوسته البنطلون مفتوحه وانت قفلتيها لي، طبعا ده ما حصلش في الحقيقه، لكن هو بيقول كده. وبعدين لقيت بعد شويه والدتي المتوفيه دخلت عليه بصينيه فيها علبتين اكل انا مش عارفه ايه هما، وقدمت له فمد ايده واكل. بعدين لقيت والدتي قاعده فاتحه كتاب بتبص فيه، وكتاب ابيض جميل قوي قوي، وثم انا جايه بنزل رايحه عزاء او كده، فهو نزل ورا مني، فانا وانا سايقه السياره بتتصل بيا والدتي بتقول لي ده نزل ورا مني. قلت لها طب انت عايزاه يقعد في البيت يعمل ايه؟ ما هو لازم ينزل ورا مني. بس وانتهى الحلم على كده. هو في الواقع بينكم كلام ولا حاجه الايام دي؟ يعني مش كلام، ولكن فترة كلام وفترة لا. يعني هو انا هقول لك على حاجة، هو الايام الجاية دي اظن ان هو هيكون بينكم كلام تاني وكده، وكون ان هو فكرك ذكرى ما حصلتش، هو يعني المشهد ربما انت شايفاه يعني مش طبيعي او كده، لكن هو يشير لذكريات هتحصل فيما بعد. يعني اظن هيحصل بينكم كلام يعني، وما اعرفش بقى هل في خطوبه، بس ما فيش رمز كبير في الرؤيه. يعني لو كان استقل معاك العربيه، لان العربيه دي دنيتك وحياتك، هو كون انه ورا منك شويه يعني ان هو بيتتبعك الى الان ويتبع اخبارك، بس لو الرمز جوه العربيه كانت تكون اقوى الصراحه، ما اكذبش عليك. طيب معانا محمد، سلام عليكم. وعليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ؟ اهلا اهلا ام محمد، اتفضلي. والله حضرتك عندي سؤال، عندي حلمين. ايه اتفضلي. اول حلم حلمت ام المتوفيه جت بيتي وبتعمل لي فطير مشلتت، وانا جنبها بعمل قرص بسكر بتاعه الافران دي. تمام. ده اول حلم. تاني حلم واحده جارتي حلمت والدها المتوفي انه بيطلع من عرقيبه الاثنين، عرقوبه الاثنين لحم، بقطع من لحم عرقيبه وبيرميه وهو زعلان. خلينا في اول حلم. تمام. ونسمع التاني، انت قلت لي ايه؟ قولي تاني كده معلش. اول حلم حلمت ام المتوفيه جت بيتي وبتعمل لي فطير مشلتت، وانا جنبها بعمل قرص ام سكر وسمسم دي بتاعت الافران. طيب دي مناسبه عندكم يعني من بعد، انتوا بتمروا فتره حزن قبل كده ولا حاجه؟
يعني هو اصلا كأنه الميت هو الميت حزن، بس يكون انه طبخ في البيت بقى ومشلتت وافراح، يعني يبقى مناسبه طيبه بعد حزن، يعني بعد شويه مشاكل متاعب كنت زعلانه ولا حاجه، فهو عايز يقول لك هيعقب الزعل ده او الحزن ده مناسبه طيبه ان شاء الله الايام الجايه ليكي الاولاد لحد من الاسره، المهم انك تفرحي بهذا الامر يعني ويتغمر قلبك بالسعاده ان شاء الله. قولي لي بعد منها بقى. الحلم الثاني جارتي حلمت والدها المتوفي انه بيقطعف على ايده الاثنين ويرمي. قولي تاني، قولي تاني معلش. جارتي حلمت والدها المتوفي بيقطع في لحم عرقيبه الاثنين العرقوب وبيرمي اللحم ده وهو زعلان. هما دول يعني تقطيع اللحم الميت في الواقع يعني عاقبه اهله كده واصحابه، يعني ما حدش يكون في شقاق او مشاكل بينهم او كده، هو مشاكل بين اولاده مع بعض، مشاكل تبقى مشاكل شديده لانه قطع رجوله، يعني الرجول دي هي الاقدام بتاعته، يعني حتى ربنا يقول لك لهم قدم صدق مثلا، يعني فالاقدام هي ثوابت الانسان واعماله. طبعا هو توفى مين اللي بيكمله كده؟ اللي بعد منه اهله واولاده كده، كون ان هو بيقطع فيهم يبقى تقاطع في الاسره، وده شيء سيء جدا 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 جدا. الانسان اللي هو بيتعارك مع اخوه او ابوه او كذا او كذا مع اهله وينتصر ويقول لك لا انا ما اسيبش، يعني انا بشوف ناس بتتصارع مع اهلها صراع شديد جدا، هم بالظبط بيتخانقين على الورث، ده شيء سيء للغايه، والمنتصر فيهم هو المهزوم، ويعني قله. طب في حاجه وحشه على الميت؟ اتفضل. في حاجه وحشه على الميت؟ لا لا لا، ما هو اكتر من كده وحاشه، ما هو اعمالهم ما تزعليش مني، يعني هو البني ادم لما بيموت خلاص اعماله هو نفسها وقفت، بس فاضل له اعمال عياله، يطلعوا فيهم خير يجي له هو الخير، يطلع فيهم شر يقولوا له ادي زرعتك اهي على بالرمز البلد بالبلدي، يعني ادي زرعتك اهي، كل ما يحصل فيهم سوء يجي له هو سوء، ما هو مكتوب له، مش هيسال عن ابنائه اربهم على ايه وفهمهم ايه وعلمهم ايه. فأكيد يعني الميت بيتأذي بطريقة رهيبة جدا لصراع الإخوة في الطبيعة بعد الممات. أيوة السلام عليكم. طيب يعني هو الصراحة ساعات الواحد بتجيله رؤية كده بيحس بالحزن الشديد فيها. طيب معانا رحمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة رحمة؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ منورانا والله بخير. الله يبارك لك يا رب. لو سمحتي أنا وديتي حلمك إن والدي الله يرحمه جاب لها 2 ديوك رومي سمر وشوم احمر، واحد طار وواحد فضل اديهولها. اي عندها ايه اولاد والدتك؟ عندها ولدين وانا وبين. ولدين وبين، واحد اتجوز ولا ما اتجوزش لسه؟ لا اللي فيه متجوزين وانا لسه مش متجوزه. وعندهم اولاد ولا لسه؟ مخلفين. طيب فيهم حد ما بيبرهاش ولا حاجه؟ لا لا الاثنين بيبردوها كويسين. هو واحد طار والتاني ايه؟ والتاني خدته هي، والاولاني طار خالص. طار مش يعني؟ مش خيت، انا ما خدتهوش والله. انا عاوز اقول لك في البر ممكن يعني يغيب عنها شويه بتاع، مش عاوز اصعب لك الرؤيه شويه، بس هي يعني فيها حته كده. مش احنا النهارده بادئين الفقره بالاحلام السعيده، مش عاوزين نخش في الحتت، عندي منام ليه انا، مش عاوزين نخش في الحتت الضلمه، لكن هي هو هيكون فيهم واحد ابر من التاني، او هيكون موجود او عمره اطول مثلا كده، يعني لان اللي طار ده هي فقدته خلاص. فاهماني؟ ربنا يستر ان شاء الله. انا يعني بحاول ان اسهل الموضوع، اقول يمكن ما بيبرهاش بيهجر شويه، طب ده بيبرها ومعاها، طب ايه طيرانه يعني؟ فاهماني؟ ما هو طار يعني فقدته راح، يمكن يسافر مثلا، بيفكر يسافر؟ لا لا هو شغله هنا، ممكن مع بعض نعديها الرؤية دي يمكن حديث نفس. اتفضلي اتفضلي، ماشي الرؤية اللي بعد منها. طب حاضر، أنا شفت حضرتك، أنا مطلقة، فشفت إن أنا طالعة في بيتي في شقة والدي يعني، فأنا بقول فأخويا بيقول لي على الطريق ده هو هيتجوزني تاني. قال لك ايه؟ قال لي هيتجوز، انا بقول مين هيتجوزني، فلقيت طليق هو اللي قاعد. فانا لقيت مرات اخويا شعرها منعكس، فقلت انا هروح اسرح شعري، ولقيت طليق ده نايم على الارض، ولقيت فيه طفله صغيره بيننا انا وهو،
فانا رحت قلعتها المنطرون، كانت لابسه لبس انت اسود، عندك قلعتها اولاد في المنطرون الواقع اسود. ولا لا؟ ايه؟ عندك اولاد في الواقع؟ لا لا ما عندكيش. طيب لا، كملي. فلبستها لبس اخضر، تمام. فراح هو بص لي كده، فانا قعدت جنب والدتي، فقال لي انت قلبك ابيض زي والدتك بالظبط. تمام. هو اخوك اللي قال لك انا هجوزك لطليقك يعني هيرجعك في اول الحلم؟ هو عامة كلام الاخ يعني والاب بيبقى مشهود يعني زي ما هو والام كذلك عشان تبقى عارفة، بس مش شرط طليقك، ممكن هو ممكن غيره. يعني هو طليقك رمز للجواز عشان تبقى عارفة، ممكن يرجع وممكن غيره. ولكن هو هيكون في زواج الفترة الجاية. دي الحاجة الكويسة. وخدي بالك ان انت عندك في مشهد تاني برضه في الرؤية مش حلو، اللي مرات اخوك شعرها منكوش دي يعني مش حلو على الاخ ده يعني، بالذات الست اللي انت شفتيها ده يعني لو ربطناه في الرؤية بتاعت الديك دي يبقى مش كويسة. يلا شكرا. الرؤية التانية جميلة، خلينا في التانية. طيب معانا محمد من بني سويف، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قريت يا شيخ إن إحنا واحد من جيراني عطياني بكاء وجبنة، وجينا جاني ابن أخويا في الطريق قال لي اديني، قعدت اديني هزار ورق كرنب أخضر وجبنة لدرجة بصل. جبنة وبصل وكرنب. أنا خدت من جارتي بتاو حلو أبيض وجبنة. جارتك دي في الواقع كويسة؟ ايوه، ده بنت اسمها فضيلة. اسمها فضيلة. طب حلو ايوه، والله. فانا ابن اخويا ما يقول اديني، قعدت اخو اديه راح البتاع ورق كرنب البصل. انت علاقتك مع اخوك وابن اخوك ايه، كويسة ولا؟ ايوه كويس. هو انا هقول لك على حاجة، هو انك تاخدي من الجار من ال يعني المجير عشان تبقى عارفه يعني المساعد في اللغه، يعني الجار هو المساعد اللي بيجيرك في الازمات وكده، فهو برضه من الرموز القويه والكويسه. ده من ضمن برضه يعني بدايه الفقره احنا كنا بنتكلم عن الرموز الطيبه اللي يعني تستبشر منها، كنا بنتكلم في الفواكه ما جبناش سيره البشر. الجار ايضا من الرموز الكويسه، كنا نداكي عيش ونداكي وداكي طعام سواء عيش بغموز وكده، هو مش ملوش دعوه الجار نفسه، لكن شو الرزق جاي لك، والرزق ده مش هيكون ليكي فقط، كون انك انت اديتي كمان ابن اخوكي، ربما يكون رزق مشترك بينك وبين كمان العيله. ورق كرنب بندار، ورق كرنب قعدت اديه البتاع ده بيت ورق كرنب. ما فهمتش الحته دي، لقيتي ايه؟ قعدت اديه البتاع وانذار بقى ورق كرنب والجبنه بقت بصل، لما قعد ابن اخويا ياخد مني. كده تفرق بقى كده. هو الاول البتاو اللي هو اللي ما يعرفش البتاو المخرج، مع الشكر المخرج وضح لي، هو البتاو العيش تمام، وخدي بالك العيش والغموس وكده تشير للرزق، لكن كون انك انت لما خرجت الرزق بقى من الناحيه التانيه لبعض الاهل بقى كرومبو وبقى بصل، ده معناه انك انت يعني مش عارف، هل مش هتظهري النعمه دي، هل هيحصل عندك قصور شويه تجاه العيله؟ عامه انا اوصيكي لو ربنا فتحها بحاجه وحبيت تصدقي على الاخرين او غير او كده، يعني حاول انك انت تفك ايديكي شويه، يعني مشيهم برضو بالتاو وجبنه، لان البصل مش كويس في المنام ولا ورق الكرنب. شكرا ليكي. طيب معانا منى، السلام عليكم. الو. معاكي اتفضلي. الو. ايوه معاكي اتفضلي، السلام عليكم. معاكي معاكي. لو سمحت يا شيخ. أنا سامعك، اتفضلي قولي. أنت معايا ولا؟ طيب، إحنا فقدنا الاتصال، معانا هايدي، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً أهلاً. أهلاً بحضرتك. اتفضل. إيه لو سمحت أخويا، خطيبة أخويا حلمت 3 مرات إن الدبلة بتاعتها اتكسرت. مرة مكسورة ومرة مشروخة. ومرة لبسها بالقلبة، فأختها قالت لها طب استني هعدلها لك، فضلت تعدل فيها تعدل فيها لما عدلتها سنة، لكن لسه معوجة في ايدها. كويس ان هي عدلتها شوية. هي جنب منك ولا بعيد عنك؟ لا هي بعيد عني. لو في اي استفسار ممكن اقول لحضرتك عادي. بينا وبين اخوكي مشاكل ولا حاجة؟ لا مفيش اي مشاكل خالص يعني، الحمد لله. امال هي من جواها بقى المشاكل بقى، اصل هي الدبلة دي علاقتها مع خطيبها،
كل بسهب المقلوب يعني تتصرف غلط. ممكن يعني ممكن مشاكل ما بينهم، لكن ما فيش اي حاجة تانية وحشة. هي يكون ان هي عدلتها ده شيء كويس يعني، هو تمام. عامة كده كده لما بيكون يعني اول خطوبات كده كده بيكون في اختلافات كتيرة يعني، يكون بس ان هي الحلم مستمر معاها لثلاث مرات، يعني ثلاث ما هو مرات مش تحلم. حلو يستمر كتير على كده تبقى مش كويسة يعني، يبقى مش عايزين نقول هيحصل انفصال. بس هي في هنا رمز كويس ان اختها بتعدل لها يعني، ان الاخرين بيصلحوا لها من افكارها. فهو ربما عادي يكون في اختلاف ما زال يعني، مفيش توافق حتى لو بيضحكوا مع بعض وكويسين، بس داخليا طبعا على اخوك ان هو ينتبه للامر ده ويحاول يقرب اكتر يعني، يهدي الامور ويسال كتير وكده يعني، فهماني؟ وهي نفس الطريقه عليها ان هي برضو تقرب اكتر وتفك الحرص والحكايات اللي زي كده، وان شاء الله تنتهي الرؤيه على خير. هي فيها رمز كويس ان حد اختها بدات تعدل الموضوع يعني، ده شيء كويس ان الامور هتعتدل فيما بعد. شكرا ليكي. طيب سلام عليكم. معانا خالد تقريبا، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. الله يبارك فيك يا شيخ. اتفضل، الله يبارك في عمرك يا رب. والله أنا حلمت حلم من فترة يعني كده أكثر من 10 12 سنة يعني. خير يا رب. والله خير، أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يعني. جميل، شفته إيه بقى؟ احكي لي. شفته والله طبعا بيقول الناس كده واقفين صفين وقالوا الرسول جاي. واقفين كده وانا واقف في الصف وجاء الرسول معدي، طبعا لابس خلق ابيض وملفوف عباره عن شقه كده مترددها كده من رجله لكتفه من فوق يعني. تمام. بس وشه صراحه ما شفتوش يعني، شفته كخبر كخبر يعني، شفت الخبر نفسه. شفته يعني شفته شخصيا بس وشه لا. فهو ماشي كده اداني سندوتشين. حلو والله الرؤية مش وحش. السندوتشين دول فيهم لحم سمك ابيض كده يعني. سمك ابيض. اه. زي الفل. عندك ايه عيال؟ والله عندي الحمد لله يعني. طيب ده جميل قوي، حجيت ولا لسه؟ لا لسه والله. طيب مش تحج بقى ولا تعتمر؟ هو عامة انا اقول لك على حاجة، الرؤية اللي زي كده بتيجي اصلا بتيجي بشرى يعني، الرسول بشير ونذير. يعني ربنا نعم. قال له ارسلناك للناس ايه؟ بشير ونذير. لما أيوة. يجي باي صوره كويسه او يدي بني ادم حتى لو لقمه عيش او يبتسم في وشه او يسلم عليه او حتى يمر من مر الكرام كده يعني بدون ما أيوة. ما في غضب ولا ما فيش سخط او ما فيش هرجله، فهو بشرى أيوة. قادمه ليك. ولما تيجي بالرسول ما في حاجات كتيرة بتبشر، بس لما تيجي بالرسل بتبقى بشرة مؤكدة يعني. هو حب في الفترة دي يبشرك بخير، والطعام هو الرزق يعني، لعل بعد منها ربنا فتح لك باب عطايا شغل، اشتغلت مثلا في حاجتين السندوتشين اللي انت اخدتهم دول يعني، لعل بعد منها ربنا فرجها عليك بشيء. ولكن دايما احنا بننصح دايما اللي يشوف الرسول ان بعدها ممكن يكون بيجي تذكار للعمرة والحج والحاجات دي، لازم تفكر في الموضوع ده بعد ان شاء الله ما ربنا يعد علينا حكاية كورونا على خير دي. طيب معنا محمد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك لنا في عمرك يا رب، اتفضلي. لو سمحت يا اخويا، حلم ان هو رايح شقة اخوه المتوفي، لقى باب الشقة دوت متدغدغ الخشب، واللي هو اخو المتوفي ده متجوز ولا حاجه ولا لسه عايز؟ اه متجوز. عنده متجوز عيال؟ نعم. وعنده عيال؟ عنده بنتين. تمام. راح لقى البيت متكسر. لقى باب الشقه متدغدغ خالص، باب الخشب. دخل لقى الصاله دي، الصاله يعني في الحقيقه كبيره. بتاعت اخويا، لقاها ضيقه قوي. دخل في اوضه جنب باب الشقه، دخل لقى البت الكبيره نايمه على ظهرها، فارده ايديها وفارده رجليها وتعبانه. راح طلع يجري عليها، خدها في حضنه وقومها، سمع صوت مراته بتقول له سيبها، راح قال لها هش. راح مقومها ومقعدها على السرير ومفوقها وخدها على بقى على الشباك، يعني الاوضه زي ما تقول ايه يعني كده على منور. فخذها وقفها في الشباك. لقى الحيطه اللي قدام الشباك دي الطوب ده مولع نار، والنار جامده قوي، وطالع من النار ديت لسان نار، بيقول لبنته بيقول لها ايه دي، ايه النار دي؟ قالت له عادي. والحلم خلص على كده. هو بينه وبين مرات اخوه يعني تواصل ولا بعيد شويه؟ لا هو بعيد عن يعني بعيد. مش طب هو المفروض ما يبعدش عشان هي الرؤيه بتامنه على هو بيت اخوه يعني اهله،
البيت. احنا عندنا لما واحده مثلا لا قدر الله جوزها يموت يصوتوا يقولوا ايه؟ يا خرابي البيت. فاكره انت يعني دايما أيوة حتى أيوة. العرب لما يموت الراجل بالذات يقول البيت اتخرب، ما يجيبوهاش أيوة. في الست قوي، ولكن في الراجل يقولوا ايه؟ خراب البيت. يبقى البيت ده قائم مين؟ بصاحبه، باهله يعني. فهو أيوة. كون انه راح ولقى الباب اللي هو الستر، الباب هو الستر يعني، ان أيوة. ان الاسره دي في معاناه يعني في الفتره دي في معاناه، وان النار اللي موجوده فيه مشاكل داخليه هو ما يعرفش بيها، هو المفروض الفتره الجايه يتدخل ويحاول ان هو بصراحه. لا هو بصراحه هو يعني قريب قوي 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 من العيال بصراحه يعني. ما هو امهم لازم الكل، لان احنا عندنا هنا عندنا ما تزعليش مني قيم سيئه جدا عند يعني بدات تنشب بين النساء، في قيم سيئة جدا بين النساء، وطبعا النساء مش من أخلاقهم كده، بس هي قيم عملتها الأفلام والتمثيليات، إن مثلا تقول لك إيه الراجل ما يروحش زي مثلا يخلي باله من أخوه علشان خايفة لا تتجوزه ولا خايفة يبص لها، ده طبعا مش صحيح يعني. هم دول أهل، هم دول يعني هم دول عصبه، اخوه يعني عصبه عشان تبقى عارفه. المفروض ان هو الام والاولاد لازم يخلي باله منهم، وهو يكون الكبير، وكل كبيره وصغيره يقول لهم ها، ولو اتصل ابوه وقالوا له هات لنا طماطم وانت جاي من السوق يودي لهم، لان هم دول اهله يعني، وهو اللي باقي لهم. والبني ادم دايما يتصور العكس يعني، هو عليه دايما يتصور العكس لو كان هو اللي مات مثلا لا قدر الله. فالفكره هنا هو الرؤيه هنا بتوصيه وتوصيه شديده لدرجه ان جابت له البيت مكسور والبيت مولع نار والبنت الصغيره بتتحرق ولا في مش عارف ايه والام الناحيه الثانيه. فلابد ان الفتره الجايه دي يروح عند الست، وانت كمان او مراته وان كان عنده اولاد كبار ان هم يسالوا عليهم بشده لعلهم في ازمه ولا شيء الفتره القادمه، وربنا يجعل يعني ايه مساعدته ليهم تخرجهم من هذه الازمه. وهم كده كده في وشه يعني، هم لو لا قدر الله حصل شيء ما هيرجع لوشه هو يعني. هو الانسان اطيب ما عنده. الناس اللي بتقول يعني كل ما تكلم واحد يقول لك وربنا انا الحمد لله ما باذيش حد، انت كونك انك ما بتاذيش حد يعني كده انت لسه مش بني ادم يعني. اي حد يقول لك انا قلب ابيض وعمري ما اذيت حد، برضه انت مش بني ادم، انت كده حيوان يعني. الحمار ما هو نفس الطريقه، قلب ابيض ما بيأذيش حد، لكن عشان تكون انسان لازم تنفع الحد ده يعني. ايه هو انت لازم تكون صايع علشان تكون مش بني ادم يعني؟ بعض الناس يقول لك والله انا قلب ابيض وعمري ما اذيت حد، انت كده ما وصلتش درجه بني ادم، انت كده مش بني ادم. ما الفرخه طائر وما بتاذيش حد، وكتير والنمل والحشرات والحيوانات والكلاب حتى بعضها ما بيأذيش حد، هل هم يبقوا بني ادمين؟ لا. امال يبقى بني ادم امتى؟ يبقى انسان امتى؟ لما يكون بينفع الاخر يعني. لو انت عاوز تقول تقيس انسانيتك من النقطه دي، مش انك يقول لك اصل انا ما معيش حاجه، ما حصلش. انت تقدر تنفع له بالكلمه الطيبه، بالسؤال الطيب، انك انت ما تسالش غيرك، مش كل شويه كل ما تروح في حته عاوز ده يديك وده يعمل لك وده يقول لك انا ما باذيش حد، لا. والتواصل الاجتماعي ده شيء مهم جدا، التواصل الاسري ده شيء مهم جدا جدا جدا، على الاقل في المناسبات وفي النكبات والاشياء دي لازم الكل يقف مع الكل يعني، لازم الاسره تجتمع مره تاني من جديد، والا ربنا مش هيرضى علينا يعني. ما هو امتى ربنا يرضى علينا واحنا متفرقين كده؟ طيب معلش احنا عندنا اتصالات واسفين على الاطاله. اي السلام عليكم. طيب معلش فقدنا الاتصال. استاذ عزه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك، الله يبارك في عمرك يا رب، اتفضلي. انا عندي حلمين لو سمحت. عندك الخير كله ان شاء الله، اتفضلي اتفضلي. الحلم الاول اني انا كنت في الشقه عندي ضلمه. يا ساتر. وبفتح الدولاب لقيت جواها فلوس. تمام. فلوس كتيرة، ميات وخمسات وعشرات. حلو. قولي لي الأول حالتك الاجتماعية مش المادية، متجوزة يعني ولا عازبة ولا منفصلة؟ متجوزة، أنا عندي طفلين مريم وزكريا. كم عمري؟ وكذا مرة أحلم قبل ما أتجوز وبعد ما أتجوزت اني ماشيه جنب بحر وحقع فيه، بس مش يعني مش وجع، او عيل من عيالي بيوجع فيه بس مش بيوجع. طيب ده اول حلم ده ولا دول الحلمين اللي انت قلتيهم؟ وفي اختي حلم عايزه. لا خلينا في الحلمين دول وبعد ما نخلصهم نشوف اختك عشان ما ننساش بس.
لان الواحد عنده الذاكره من كتر سماع الاحلام بتسقط شويه، وانا مأخدها على كده يعني، يعني بتفضي اول باول. بص يا ست الكل، قولي لي انت اصلا بتمر بمشاكل نفسيه؟ يعني هو الرؤيه الاولانيه عشان تبقى عارفه اللي انت كل شويه تقع في البحر وكده، انت يعني نفسيتك كئيبه شويه يعني على طول متضايقه، عشان تبقى عارفه، لان البحر هو الحاله النفسيه ودنيا الانسان بالذات الدنيا العاطفيه والنفسيه وكده. والرؤيه الثانيه يعني هو جاب لك في الدولاب فلوس وكل حاجه، بس الاوضه ضلمه يعني بتحس ب يعني مش يعني مش يعني امورك ممكن تكون مرتاحه شويه ماديا او كده، ولكن انت دايما حاسه بكابه، لان الضلمه يعني قله النور، النور هو الفرحه والهدى، فاهماني؟ بس في الرؤيتين ما في، هو ليه انا بقول لك المشكله فيك انت؟ لان في الرؤيتين ما فيش رموز كبيره يعني سبب المشكله معايا؟ يعني مثلا لو انت كنت بتفتح الدولاب ده وطلع لك تعبان، يبقى هنا جايب الضلمه مشاكل نفسيتك تعبانه عشان في حدوث مشاكل يعني فعليه جذريه، والتعبان ده هو سبب المشاكل، يعني جاب سبب للمشاكل، لكن هو ما جابش ده، جاب الدولاب الخزينه الاصليه فيها فلوس، فهمتيني؟ فيبقى المشكله عندك انت كده. معايا ولا قطع؟ تمام. قولي لي الحلم بقى، انت فهمتيني؟ حاول انت بقى من نفسك تفك الحياه شويه، يعني الحياه بطبيعه امورها لما تاخدها، يعني في واحد تبقى لا قدر الله عنده مصيبه تلاقيه بيضحك، في واحد كده يعني نفسيته سبحان الله بيقدر يفك الازمات لوحده كده، حتى لو الازمه موجوده هو بيفكها، وفي واحد بيبقى قلق شويه يعني عنده القلق ليل نهار، فتلاقيه الامور معاه كويسه، واكل وشارب ونايم ومتجوز وعنده عيال، وهو قافل على نفسه البيت، غيره مثلا في المستشفيات او السجون او عاجز او متداري شمال ويمين هربان من بتوع الديون، لكن ده تبص تلاقي كل مقومات الحياه الامنه عنده، ما هو طول ما الواحد اكل كده وصلاته لاذان العشاء اذن يعني اتعشى وهو في بيته، هنا في مقومات للسعاده اهي، لان الحياه هي يوم، هي لحظات، فحاول تفكيها على نفسك شويه. متفقين؟ متفقين. ماشي، قولي لي حلم اختك. اختي اتطلقت ليها سنه. ايه؟ دايما بتحلم. طيب انفصل. تمام. دايما بتحلم اني انها يعني بتكلم طليقها على طول، وان هو عايز يرجع لها بس هي ما بتقدرش، بترفض. هو ده هقول لك حاله طبيعيه بنسميها حاله انتقاميه داخليه عند، يعني بالنسبه لاحاديث النفس، هي عندها حاله حاسه بانها اتكسرت، حاسه انها يعني ما كانش في تقدير ليها، حاسه انها خسرت، حاسه انها اتهانت، حاسه بالاحاسيس دي، فدايما بعض الطلاق بتشوف الحته دي ان هي عاوزه جوزها يقول لها طب انا جاي، فهي تقول له لا، ده بنسميه احنا ده حديث نفسي بيرضيها نفسيا، يعني هي بتتمنى كده في الواقع، فهو بيتدخل العقل الباطن او الرؤيه تتدخل فتعمل لها الموقف عشان ترتاح شويه، فهمتيني؟ لكن هو لا يعني هيكلمها او مش هيكلمها. تمام؟ شكرا ليك. طيب معانا ام محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمد. ماشي، وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام، اتفضلي، انا سامعك. انا سامعك. ماشي. أنا حلمت إن في مشكلة كانت مع جوزي، يعني مع والد عمه، بس وبعد كده خدوه وقلعوا له البدلة بتاعته وقالوا له إحنا مش هندوها لك تاني، هو شغال يعني وكده، فمش عارفة ليه يعني، قال أنا ذنبي إيه؟ طب أنا مع يعني ده دي أنا على حليت مشكلة مع والد خالتي. قلعوا له إيه؟ قولي لي تاني معلش. البدلة يعني بتاعته، وقال له مش هندوها لك تاني، أنت خلاص كده هنفصلك من الشغل. وهو اللي قلعوه البدله ده متجوز وكده وبيشتغل ولا؟ وجوزك اللي شاف الرؤيه؟ لا انا اللي شفتها، انا اللي شفتها. اللي قلعوه ده جوزك ولا اخو جوزك؟ هو بيشتغل ايه الفتره دي؟ هو بيشتغل ضابط. عشان كده قلعوه البدله يعني؟ طب انت في مشاكل بينك وبينه ولا حاجه؟ طب مش تبطلي مشاكل؟ ليه يعني؟ اصلك انت البدله، خلي بالك عشان تبقى عارفه، وهنا هو انا البدله هو ورؤية. طب لان ربنا قال قلنا لباس لكم وانتم لباس لهن، فانت لازم تبطلي بقى مشاكل الفتره دي. طب انا بطل مشاكل يعني بس؟ زي بعضه، احنا نعدي الامور. ايه يعني الامور؟ والله العظيم
95 او 99 و9 من 10 من المشاكل الزوجيه ما لها اي لازمه، كلها ما صح والله تحتاج تكبير دماغ. ايه يعني، ايه يعني الواحد قال ولا ما قالش؟ الواحد بتقول له مش انت قلت، ايه يعني قال ولا ما قالش؟ بالذات الراجل عشان تبقوا عارفين هو بيغير كلامه بسرعه. يعني اكتر الناس اللي بتقول لك مثلا ده انت يعني بعض الملامه على تقول لك انت بتغير كلامك، انت مش حاسس بحاجه، لا هو في دنيا تانية، لان هو الرجل يعني في دنيته الخارجيه. طب هي بقول يعني الام هي متوفيه، اول ما تقول حاجه تبقى حقيقه ولا ايه؟ زي بالضبط. ايه قالت لك؟ ايه مثلا؟ جيت لي عيالك هربوا مش منه مره، او جيت لي انت ليه قاعده معاه سيبك منه كده يعني. لا هي الام الدواخل بتاعتك، انت عارفه المثل اللي يعني في القران يقول لك واما من اوتي كتابه بشمالي فامه هاويه. فهنا جاب الام مش بمعنى امه هو هياخد الكتاب بالشمال وامه اللي هتخش الهاويه، لا هو امه اصل امره. فالام الام في حد ذاتها هي تفكيرك انت، فهمتيني معايا؟ طيب هو الام، انا عايزك تسمعيني كويس، هو الام هو نزع فكرك انت، وده يعني الوسواس الداخلي عندك ما تصدقهوش، بالذات لما يجي بالشر. يعني الام احنا بناخدها بالخير بس. ثانيا الواحد على قد ما يقدر ان هو يلم المشاكل، لان يعني ما تقعدش تمسك على شريك حياتك في انه كذب وما كذبش، كل الناس بتكذب. معلش ثواني، معانا مرافقه. السلام عليكم. انا جوزي ميت اصلا وحماتي دي ميته، هما الاثنين ميتين. انا ما سمعتكيش من الاول، خلي بالك انا ما سمعتكيش، انت بتحكي لوحدك. طب لو سمحت اسمعني تاني معلش عشان خاطر ربنا اسمعني تاني. طب اتفضل. انا اخت جوزي، اخت جوزي خدت الجلابيه بتاعتي وادتها لحماتي. تمام. الو ايوه انا سامعك، قولي قولي. اخت جوزي خدت الجلابيه بتاعتي وادتها لحماتي، وحماتي متوفيه وانا جوزي متوفي، فحماتي لابسه جلابيتي وفرحانه بيها ان هي لابسه هدومي، فدي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ طب وانت متضايقه ليه قوي كده؟ ما مش عارفه يعني، انا خايفه ان هي لبست جلابيتي. طب بتتعاركي معايا ليه يعني؟ اصل ماما جايه زعلانه وحماتي جايه بتضحك وهما الاثنين متوفيين. مين اللي خد الجلابيه؟ مين اللي خد الجلابيه؟ مش حماتك؟ حماتي. انت عندك اولاد؟ وماما بشويش بس. ايوه انا معايا ولدين. طيب وليكي؟ معايا ولدين وبنت متجوزه. فيهم حد نسايب ولا حاجه مع حماتك ولا حاجه قريب جوزك؟ لا انا جوزي كان ابن عمي. ماشي، في حد من اولادك متجوز حد قريبك ولا لسه؟ لا لا انا الولدين لسه ما اتجوزوش، البنت هو بس هي اللي اتجوزت. هو احتمال واحد منهم يتجوز واحده من من عقب حماتي. يتجوز واحدة قريبته يعني؟ قريبته من نفس الحكاية. أصل جلابيتك أنت مش معناها إنك أنت هتموتي، ده جلابيتك أنت معناها جوزك متوفي. فهمتيني؟ أيوة أنا عشان جوزي ما أنا عارف إن هو متوفي مش مشكلة، جلابيتك أنت معناها جوزك خلاص؟ وجلابيته أيوة. هو يعني اللي كانت قبل مننا حلمت إن جوزها يقلع البدلة، البدلة هي خلاص؟ جلابيتك انت معناها جوزك، جوزك متوفي يبقى عاقبه اللي هم اللي هم من عصبه، ما هو ابنه زيه. فكون ان هي حماتك وهي بتضحك بتبتسم خدت يعني جلابيه جلابيتك، يعني ان حد من اولادك يناسب حد من اولادها او قرايبها بس. ودي الرؤيه جايه لك عشان تخوفك يعني شويه علشان لا انا مش خايفه، انا بس قلقانه عشان الولاد مش اكتر والله. امال انت مش خايفه؟ ده انت داخله امالها تقولي لي لو يعني سمحت واسمعني وفرده الملايه زي ما بيقولوا. عامه هي الرؤيه ساعات بتجينا بتهددنا شويه، اوقات بتيجي برمز كويس بس يجي رمز مقفول زي الرؤيه بتاعتك، علشان الواحد يراجع نفسه شويه. يعني يبطل مشاكل مع الآخرين، يستقبل الآخرة، يهدأ، يخاف، يقلق. فساعات الواحد بيبقى مثلا ساعات الواحد بيبقى الدنيا واخداه ويقول لك والله ده أنا هطلع ميتين مش عارف إيه، والله ده أنا هعمل إيه، والله ده أنا هسوي إيه، ويبقى الدنيا قايمة معاه قوي وطموحه شداه. وبعد كده تيجي الرؤية طيب حاضر، فتيجي الرؤية تخوفه شوية، يقوم يقول لك لا ده أنا كنت غلطان، لا يبقى فلان ده هسامحه، ده كذا. فتيجي الرؤية تاخده لحظيرة الإيمان زي ما بيقولوا، أو للهدوء للأمان مرة أخرى، وتسحبه من المشاكل. طيب معانا محمد، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة الشيخ، عندي حلمين.
وماله، عندك الخير كله يا رب. ماشي، الله يخليك. لو سمحتي، اول حلمي انا حلمت من حوالي سنه ان انا كنت عندي بيت اختي وفي بياع هدوم بتشتري منه، وانا عجبني فرش سرير منه فما كانش معايا فلوس. قولي لي انت حالتك الاجتماعيه ايه؟ مش الماديه يعني. لا، مطلقه. كم عمرك؟ نعم، العمر. 24 سنه. العمر كله يا ست بالسعاده. قولي. طيب اتفضلي. فبعد كده ما كانش معايا فلوس اشتري الفرش السرير، فبعد كده سبته وقالت لي خلاص بجي تاني بكره، بجي تعالي اشتريه هيجي تاني الراجل. فبعد كده راح جيت تاني يوم، فجيت جت نادت عليا قالت لي تعالي اشتري الفرش عشان الراجل جه. فرحت اشتريته منه واديت له 20 جنيه. حلوه الرؤيه دي. هو عرض، عشان تبقى عارف، عرض بالستر او الزواج ويتاخر شويه، يعني يحصل تعطيل خفيف او حاجه تاخره، وبعد كده يرجع يتم تاني، لان ما دام انت اشتريته وبعته يبقى تم الموضوع. ماشي. الحلم الثاني حضرتك، اتفضلي. اختي حلمت ان احنا قاعدين متلمين انا واخواتي في بيت جدتنا، انا واخواتي كلنا، وبعد كده راح ابويا اشترى لي انا جلابيتين فاداهم لاختي، قال لها خدي دول اديهم لصفاء. تمام. فبعد كده خدتهم صفاء منه. صفاء اللي هو انت؟ اللي هو انا. طيب زي الفل. واخده بالك انت من الجلاليب والحاجات الحلوه دي؟ نعم. ايه دي الاحلام الحلوه، دي احلام حلوه. فبعد كده رحنا خدت الجلابيتين هي، ورحنا طلعنا من البيت وقفنا في نص الشارع ورحنا مشينا على الطريق بتاع بيتنا. والله دي برضو نفس الطريقة، نفس الحلم برضو، تشير بالجواز برضو، نفس الحكاية. رؤية حلوة والله، الاتنين أحلى من بعض. بس كده على الاتنين أحلى من بعض ومبشرين أظن الفترة الجاية زي ما قلت لك، يعني يمكن يكون عرض زواج يتأخر سنة لكن يتم بعد كده إن شاء الله. الاتنين أحسن من بعض. خدي بالك المرة دي كانوا جلبيتين صح؟ طيب. السلام عليكم أستاذة وفاء. أهلكم السلام. خير يا رب، تفضلي. لو سمحت، عندي ثلاث رؤى صغيرين. ثلاث ايه؟ ثلاث رؤى صغيرين. وليه صغرتيهم؟ ما يمكن يكونوا كبار. طب اسمع انت وشوف بقى. طيب بس ما تصغرهمش تاني، الاحلام ما تتصغرش، لان هي رسالات سماويه، نصغرها ليه؟ يعني دي رساله من ربنا. اتفضلي. قولي اتفضلي. بس اول حلم انا ليا اخت، حلمت ان هي ضربتني، بنتخانق مع بعض وراح جاي ضرباني بالقلم جامد. فانا ما رضيتش اضربها، راحت والدتي ضربها مكاني وقعدت تزعق، فانا زعلت وطلعت فوق السطوح. فوق كان الجو ضلمه وكده، بس لقيت الشمس طالعه. الاول علاقتك باختك ايه؟ لا احنا كويسين مع بعض، مفيش اي حاجه. امال ايه ضربه القلم دي؟ مش عارفه، ضربتني قلم جامد، حتى بقول لها انا يا نهار ابيض هضربك، راحت والدتي ضربها مكاني. وخدت منها تعويض بعد الحلم ولا ما خدتيش؟ المهم بقى، فطلعت فوق على السطوح لقيت الجو ضلمه يعني، فلقيت الشمس طالعه منوره جامد، وجنبي منها زي ما اكون يعني صفار، حاجه ملونه كده، وراحت جايه بصلي بصه كانها راس بني ادم، بصلي بصه وحشه ونفخه فيا زي نظام ولع سخونيه. فانا نزلت على السلم جري وخايفه ومرعوبه من السخونيه، عماله اقول ولع ولع وبس كده. يعني الشمس اللي ضربتك؟ لا، اختي اللي ضربتني، فانا زعلت طلعت فوق. يعني انت لما طلعت لقيت الشمس طالعه، الشمس طلعة اللي شكلها اتغير ولا اختك اللي انت؟ لا، الشمس طالعه جايه زي نظام جذب نقدمه، عين وبق وكل حاجه، وبتبص لي بس غريبه. يعني الشمس كده طالعه شكلها بشع، خوفك مثلا؟ ايوه، وراحت جايه نفخه فيها سخونيه او ولعه، انا مش شايفه ولع، بس جنبي منها زي نظام صفار جامد، زي نظام ولع بس مش ولع، هو ملون في السماء كده، ونفخت فيه سخونيه جامده، وانا نازله على السلم اجري اقول ولع ولع، بس مفيش ولع فيها، بس فيه سخونيه جامده. عندك مشاكل مع الاب او الام؟ طيب الاب ولا الاب مش؟ لا، الاب موجود يعني، في شويه مشاكل بيني وبين والدي. والله انا هقول لك على حاجه، يعني هو وصلك الشمس ده ابوكي او ولي امرك، عشان تبقي عارفه، يعني لو الاب مش موجود يبقى الاخ الكبير. انا عارفه ان الشمس هي بتبقى هي الام، والقمر هو الاب وكده. أو العكس، الأب هو الشمس.
والام هي القمر. يعني ممكن يكون العكس؟ يمشوا الاثنين، انا همشيهم لك باللي انت عاوزاهم، بس هو الاب شويه، الشمس الاب يعني، لانه هو الاصل. تمام؟ لما قال له الشمس والقمر، القمر يقصد والدته يعني. المهم هنا كون ان هو طالع بشكل وحش معناه ان يحصل مشاكل بينك وبينه. خلاص؟ والالم بيبقى تنبيه، اصلك الالم بيجي من حالتين، فاكره انت زمان لما يتضرب الواحد تنبيه او عقاب، او يجي عداوه، انت قلت ما فيش عداوه بينك وبين اختك. ما تمناش ان يحصل كمان عداوه بينك وبين اختك. هو الالم تنبيه، محتاجه انك انت تغيري افكارك يعني، بالذات ان هو جاب لك الشمس، انت خفت منها، الشمس مصدر الحياه ومصدر النور وتشير للاب والبر والهدى والايمان وحاجات كتير قوي يعني. الواحد لما يكون في ضلمه ويقول لك انا طلعت السطوح او الشباك وشفت الشمس ساطعه كده، يبقى فرجت، فهماني؟ لكن لما يطلع ومن من 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 مكانه ويروح للشمس ويلاقيها شكلها وحش، فيبقى هو جاب له الرمز انه انت اللي غلطان. لابد انك بقى تبلوري افكارك من جديد مع والدك، وحاول انك تتماشي مع الوالد، لان احنا عندنا مشكله في اللي طالع دايما العامل عدبان على المدير، والابن عدبان على الاب، يعني الاشخاص عدبان على المسؤولين. وده اكبر خطيئه، لان المفروض انك انت تتماشى مع الاب مع افكاره. هو مش مجبر، حاضر ناخد الاتصال، حاضر. هو مش مجبر ان يمشي مع افكارك، انت لسه طالع صغير، لما يبقى ليك حياه تانية بتخططها وبيت تاني يبقى خططه براحتك. ولكن طول ما انت داخل نظام الاسره لابد انك تمشي وتتماشى وتبلور انت افكارك مع الاخرين، وتجتمع وتتقارب وتساعد، وتبقى في ظهر اخوتك وفي الاخوه، وتبقى في ظهر ابوك وفي ظهر امك، عشان الحياه تكبر الشجره وتنعم، ويبقى ليك انت كمان مستقبل، واللي انت هتعمله مع اسرتك هيقعد لابنائك يشوفوه يقولوا ابونا كان بيعمل كده. اي أيوة، السلام عليكم. اي السلام عليكم. السلام عليكم. وطي صوت التلفزيون عشان عامل لنا. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك في عمرك. اقفل بس التليفون التلفزيون وانا معاك، ما تقلقش انا سامعك. هو انا شفت حضرتك رؤيه حضرتك من يومين، تمام؟ ان في حد بيكتب لي على ايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. بيكتب لك على ايدك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انت شغال ايه؟ انا شغال حداد. شغال حداد؟ ده امتى الرؤيه دي؟ من حوالي يومين ثلاثه كده. انت شغال كويس يعني بما يرضي الله، ولا يعني في حاجات كده؟ الحمد لله رب العالمين. انا شغال في ورشه عند واحد يعني مش ملك. بس انت شغال تمام يعني، ولا في حاجات كده بتعاتب نفسك فيها؟ لا الحمد لله شغال والله، الحمد لله. ما انا عارف انا فاهم، بس انت في شغلك يعني مفيش حاجه بتعاتب نفسك فيها ولا حاجه، ولا الامور ماشيه بالسويه زي ما بيقولوا؟ لا الحمد لله ماشيه تمام والله، الحمد لله رب العالمين. طيب هو لو بص انا اقول لك، اصل الرؤيه دي بتيجي ناحيتين، اما هي مراجعه لضمير الانسان في شغله، واما تكون فرج يعني الامور هتفتح بقى معاك. تمام. لان هو اسم الجلاله يعني اسم كبير، والشهاده عشان تمام. في رؤية تانية مولانا، خليني اقول لك بس نقطة. الشهادة بتيجي حاجتين في المنام، اما للترقي، لان زي مثلا واحد يخش الاسلام فيرتقي بحياته، يخرج من الجاهلية للايمان، واما للمعاتبة زي ما بتيجي كده، يعني للاسترجاع، ان الانسان يسترجع بعض ضميره كده وحياته وصلاته كده مع ربنا. تمام. يعني تيجي للعتاب. الرؤية التانية يا فندم، ان انا دايما بحلم ان انا بلاقي فلوس بس تحت الارض. تحت الارض فلوس حديد اللي هي الجنيه دي، والفعل بلاقي في الحقيقه. لا هي الحديد مش حلو، انا عاوزك المره الجايه تلاقي حاجه اكبر. الله. ذهب، الماز، حاجات كويسه. بس الحديد مش حلو. خلاص يعني تشير ل ان العيش يعني اكل العيش يمشي واحده واحده. فهمتني؟ يعني اتفضل. الدنيا بتنطر بس تلج، تلج ابيض. في الصيف حلوه. دي راحت بال. في الصيف في الصيف دي راحت بال. يعني تصورنا احنا النهارده كان يوم حر قوي، واللي ماشيين على الارض واللي راكبين العربيات دي رؤيه دي مشويه ماشي، بس تصورنا لو شاتت شويه تلج كده هتلطف الجو. فالتلج في طبيعته يعني الامور تهدى، ويجي لو الواحد في مشاكل ولا متاعب ولا كده، فالامور بعد كده تهدى معاه، الامور تتفتح معاه. طيب شكرا ليك. احنا كده تقريبا خلص وقت الحلقة. شكرا ليكم، أتمنى أكون أفدتكم، وإن شاء الله أحلام سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.